عقب نهايه مباراه الزمالك اللي جمعت رينو النهارده طبعا امام فريق ساجرادا سبرانزا. الحقيقه الزمالك نجح في انه يفوز بهدف وحيد، لكن حصل على النقطه التاسعه في ترتيب مجموعاته ويصبح هو متصدر هذه المجموعه بنسبه كبيره جدا. خلينا اقول لحضراتكم ان الزمالك يعني حسم الصعود ان شاء الله من هذه المجموعه. لم يسبق للزمالك من قبل ان حقق فوز في اول ثلاث مباريات في المجموعه سوى في بطوله 2015 واللي كان ايضا حقق فيها علامات كامله في انطلاقه هذه البطوله. احمد السيد زيزو يفض الشراكه مع شيكابالا النهارده بعد ما اصبح 73 هدف في المركز الثامن منفردا من هدافي الزمالك التاريخيين. كان تساوى مع شيكابالا لفتره طويله ب 72 هدف، النهارده زيزو بقى 73 هدف. احمد السيد زيزو ايضا هو هداف الكونفدريشن كاب بالتساوي مع اكثر من لاعب، وان كان له هدف كمان في المباراه الاولى امام ارتا سولار، فالنهارده هو عنده هدفين في دور المجموعات وعنده هدف في مجموعه او يعني في دور التصفيات من هذه البطوله. كابتن معتمد جمال للمره الرابعه الزمالك يخرج بدون هزيمه، الزمالك يخرج كلين شيت. النهارده بشوف ان في اكثر من مكسب لنادي الزمالك، وان كان جمهور الزمالك ينقصها المكسب الوحيد وهو تحقيق الكونفدراليه الثانيه بعد 2019.